النحل، إطلالة على حياة وأعمال الأخوين رحباني، يعده هشام مشرفي، تقدمه جهان الملة. مع بداية مهرجانات بعلبك التي كان الأخوان رحباني من روادها الأوائل، طغت سمة التراث والقرية اللبنانية على الأعمال المطروحة آنذاك. ومن المعروف أن الأخوين رحباني ساهما مع زكي نصيف ومحمد محسن ووليد غلمي وتوفيق الباشا وغيرهم فيما كتبوا ولحنوا بإطفاء المناخ الفولكلوري التراثي على هذه الأعمال. عاصي ومنصور استطردا على هذه الأجواء كونهما أدركا أن الفولكلور هو المفتاح السحري للولوج إلى عقول وقلوب الناس. إذا كان يجوز الحصر، فإن كلمة فولكلور من الممكن أن تلخص في ثلاث مجموعات من التعريفات. أولاً، الفكرة القائلة بأن الفولكلور يمثل التراث الثقافي، بخاصة في بعض الميادين المرتبطة بالمنح الثقافي الشعبي. ثانياً، فكرة أن الفولكلور يجب أن يقتصر على الأدب الشعبي، وهو ما نادى به علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين. ثالثاً، يفهم الفولكلور على أنه تراكم الثقافة الشعبية، تمييزاً له عن ثقافة الطبقة العليا، وقد نمت هذه الفكرة في أوروبا. عاصي ومنصور عملا على هذا الفولكلور ضمن خط يلتقي مع تقاطع أبعاد هذه التعريفات، إلا أنه ليس من المنصف أبداً حصر أعمالهما بمجملها على أنها أعمال فولكلورية خالصة، لا، بل في حقبات أعمالهما امتدت اللغة الرحبانية في الأغنية نحو الحداثة لتتقاطع مع ملامح الفولكلور أو لتبتعد بعيداً في هموم الحياة والوجود، وإن كانت المفردات مستعارة من بيئة الريف الملازمة لمعنى الفولكلور. حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، خلي الليل عاتب ليل وموالي زرح موال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، وخلي القلب يقول القلب رفقة نحن ووحدة حال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات، 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 وسع الغيم بصبحياتي رح الخلفت لالتلال، حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبال، دار الحلو ناسي مواعيده، لا مر لا لوح لنا بيده، دار الحلو ناسي مواعيده، لا مر لا لوح لنا بيده، وبعدك يا هالطير بتجي وبتروح توعي بقلب الشوق وتزيد. عاصي ومنصور وكلمة الشعر العامي حالة تبقى للباحثين في علاقة وخصائص اللغة العامية مع البيئة والمجتمع، إلا أن الحدث الأكبر أنهما كظاهرة لم تأتي عفوية، بل نتيجة تعمق مفهوم التجربة الإنسانية لديهما. فالناس لا يمكن أن تنقاد في محبة فنان لمدة طويلة من الزمان إذا لم يكن هذا الفنان قادرا على إيصال ما تريد الناس أن تقول، فيكون بالتالي هو النغم والكلمة والريشة أو الإزميل، أي بمعنى آخر الوسيلة الإبداعية لتحويل الخاصية إلى حالة عامة دون الوقوع في رومانسية فردية أو عاطفية الخطابة.
الرحبانيان أدركا وسائل الاتصال بين الخاص والعام في لغتهما من خلال ربط الماضي والحاضر ورؤية المستقبل بحب أكبر من قصيدة غزل، ليصبح الحب وصالا ما بين الأرض والإنسان والمجتمع والوطن والنكبات والانتصار، أي بمعنى أشمل، الحب الرحباني هو الهارب أبدا نحو إنسان باق، لأنهما أدركا أن الكلاسيكية تأتي من تراث الناس وليس من أشكال التقليد الذي سيظل باهتا مهما أتقن كونه بعيدا عن الإبداع. الرحابين ساهموا في خدمة النص الفني للأجيال الناطقة بلغة الضاد، ومن الممكن توضيح هذه المساهمة بما يلي. أولا، قيام مدرسة فنية جديدة على قدم المساواة مع المدرسة المصرية نصا ولحنا. ثانيا، إعطاء قالب الأغنية الراقصة مفهومه الحقيقي بعدم الجنوح إلى الإيقاعات المعتمدة على الرقص، وهو الأمر الذي لم تتخلص منه المدرسة المصرية حتى الآن، كونهما أدركا ارتباط الكلمة مع اللحن حتى في الإيقاعات الراقصة السريعة. ثالثا، إحياء التراث الشعبي بإسقاط معاصر دون المساس بجوهر وأصالة الأساس، وهذا الإحياء تناول أبعادا جديدة لشعرية الكلمة وتطويرا للحالة التلحينية. رابعا، إحياء التراث الكلاسيكي لفن الموشحات، فكتبا على منوال الموروث وطورا باتجاه محسوس بجعلها تتحدث بلغة العصر. خامسا، العمل على القصيدة العمودية بشكلها الكلاسيكي وتطوير هذه القصيدة من حيث تكثيف المضمون والحداثة في الشكل والقوافي من خلال مسيرتهما الفنية. إذا كانت الحداثة في المضمون والشكل قد تداخلت على اللغة العامية في الشعر والحوار لدى عاصي ومنصور، ليتكون بذلك شكلا مميزا من أشكال القصيدة الغنائية العامية. هذه الحداثة المحاكية للقضايا المعاصرة في المضمون والتواق إلى أشكال جديدة وجرس يتخطى القوافي وأوزان الخليل بن أحمد، قد نالت من أعمال الشعر الفصيح لدى الرحبانيين عاصي ومنصور تطلعا باتجاه القصيدة العمودية وصاغا على منوالها شعرا غنائيا مختصرا، فكانت قصائد مثل لملمت ذكر لقاء الأمس بالهدبي وسنرجع يوما إلى حيفا. أما بالنسبة للموشح فيقول منصور: وجدنا أن الموشح لم يعد موجودا إلا في بعض المناطق مثل حلب وبعض المدن السورية، أما الموشح المصري فكان قد انتهى أو كاد. أخذنا هذه الموشحات وصرنا نحييها من جديد، ووضعنا لها توزيعا موسيقيا جديدا ورممناها، وزدنا عليها بعض الكلمات كموشح لما بدا يتثنى، ولما سمعها الناس للمرة الأولى استقبلوها بلهفة شديدة لم نكن نتوقعها، ولهذا لم نكتفي بإعادة توزيع وترميم الموشحات القديمة، بل صرنا نؤلف موشحات قريبة في مفرداتها إلى الطابع الأندلسي، مثل لون الدنيا ربانا في البدايات وجدك الغيث فيما بعد، وطلبنا إلى الشعراء المقربين كتابة أعمال شعرية تحاكي هذا اللون الشعري، فكانت موشحات أذكر منها هل تستعاد أيامنا في الخليج؟ ولقد ذكرتك والرماح نواهل، ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند تقطر من دمي، فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثورك المتبسم.
الأخطل الصغير بشار الخوري وسعيد عقل هما الشاعران اللذان كان لهما تأثيرهما البالغ في شكل القصيدة العمودية لدى عاصي ومنصور، دون أن ننسى تأثير سعيد عقل في الشعر العامي لديهما. فبعد أن عمل الرحبانيان على كتابة القصيدة الفصحى المختصرة، كان للتجربة في اللغة الفصيحة دورها في أعمالهما، فأتت أعمال ليست طويلة بالمدة الزمنية كالأعمال المصرية لأحمد شوقي وأحمد رامي، ولكن ليست بالقصيرة إذا ما قورنت بأعمال عاصي ومنصور في البدايات كتلحينهما لقصيدة الأخطل في ذكرى تكريمه أو قصيدة يا عاقد الحاجبين. كذلك أتت أعمال لسعيد عقل نذكر منها شعرا سائليني يا شآم. سائليني يا شآم حين عطرت السلام، كيف غار الورد واخضل الخزام، وأنا لو رحت أسترض الشذا لم ثنى لبنان عطرا يا شآم. ضفتاك ارتاحتا في خاطري، واحتمى طيرك في الظن وحام. نقلة في الزهر أم عندلة، أنت في الصحو وتصفيف يمام. أنا إن أودعت شعري سكرة كنت أنت السكبة أو كنت المدام. عاصي ومنصور تعمقا في تجربة القصيدة الفصحى، فكان لهما دورا واضحا في التجديد شكلا ومضمونا. من تجربتهما وتفاعل العلاقة مع مجموعة من الشعراء المحيطين بهما، كان لابد للقصيدة أن تصل معهما إلى القضايا المعاصرة، فكانت القصيدة الحديثة التي أعطت مدى وأبعادا جديدة لشكل اللحن لديهما، فلم تعد المقدمات الموسيقية شكلا بل مضمونا إيحائيا يمهد لكلام آت، ولم يعد اللحن مقدرة إبداعية فحسب، بل تناول تصوير الحالة الشعرية المقصودة،
فكان بذلك تأكيدا لحالة التقاء التأليف الموسيقي مع التلحين ضمن سياق كلمة لا تتناول المألوف بل تتعاطى التزاما مع المعروف من قضايا الناس. مرسوم طريق النحل، طريق النحل، إطلالة على حياة وأعمال الأخوين رحباني، يعده هشام مشرفي، تقدمه جهان الملّة.